دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد ينضم إلي عبر الهاتف. دكتور علي أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين الكرام. دكتور علي، مصر ورواندا المعبر التجاري الواضح للقارة الإفريقية هي رواندا، ومصر أيضا تمتد بأذرع التعاون المشترك ما بينها وما بين الدول الإفريقية، وبشكل أو بآخر تحاول أن تجعل هناك نوع من التبادل التجاري المتوازن إذا لم يكن هناك فائض مصري لهذا الميزان التجاري ما بين الدول الإفريقية. كيف ينمى هذا المجال بالشكل الأمثل؟ في البداية طبعا خلينا نقول أن التحديات والصدمات الاقتصادية اللي احنا بنتابعها بداية يمكن من حرب تجارية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لبنان في جائحة كورونا حتى الأزمة الروسية الأوكرانية، ابتدت إن هي تفرض على الدول إزاي إن هي تذهب لمستويات أعلى من التكامل الاقتصادي والتعاون الاقتصادي، ومن هنا إزاي إن مصر كان ليها دور مهم جدا على مستوى القارة الإفريقية خلال السنوات الماضية في العودة مرة أخرى لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي، وده يمكن الجانب السياسي والدبلوماسي الطيب ابتدى ينعكس على الجانب الاقتصادي في السعي لزيادة معدلات التبادل التجاري وكمان العمل على فكرة الاستثمارات المشتركة. ازاي ان العلاقة ما بين مصر ورواندا هي علاقات تاريخية في الوقت اللي احنا شايفين كمان ان احنا بنستفيد من هذه العلاقات التاريخية في زيادة لمعدلات التبادل التجاري. احنا كمان رواندا كان ليها تجربة اقتصادية مهمة جدا وتجربة ناجحة جدا خلال الفترة الماضية، كانت حققت معدل نمو في 2019 حوالي 7%، واحنا كمان قدرنا عن طريق عديد من الاصلاحات الاقتصادية ان احنا نعالج مشاكل وتحديات كنا يعني للاسف الشديد بنمر بيها لفترات طويلة. بالتالي في الوقت الراهن ازاي ان احنا نقدر مع العلاقات السياسيه والدبلوماسيه ديت ان احنا نرفع من معدلات التبادل التجاري ما بين دولتين، زي كمان مصر ليها تجارب ناجحه سواء على مستوى الاستثمار في البنيه التحتيه، سواء على ملف الطاقه اللي اصبح يمكن الحديث عنه على مستوى العالم بعد الارتفاعات الشديده اللي بيشهدها تكلفه الحصول على الطاقه، ازاي ان تقدر رواندا تستفيد من هذا الامر، كمان ازاي ان احنا نروج بشكل اكبر للصادرات المصريه ويحصل فيها زياده بشكل كبير، العمل كمان على التعاون في عديد من الملفات اللي نجحنا فيها الفتره الماضيه سواء على مستوى التحول الرقمي والشمول المالي. نعم. ودول ملفين مهمين جدا لتذليل كافه العقبات امام المستثمرين والقطاع الخاص. رواندا برضه يمكن ليها نجاحات كبيره جدا على مستوى قطاعي الزراعه والصناعه، وده هيبقى مهم جدا وبالاخص يمكن بالنسبه لقطاع الزراعه مع ارتفاع اسعار السلع الغذائيه على مستوى العالم، ازاي ان احنا كمان نقدر نستفيد ان احنا نتنوع في الاسواق اللي احنا بنعتمد عليها في سد بعض من احتياجاتنا، فبالتالي هو تعاون وتكامل بيجي في توقيت مهم جدا من تاريخ الاقتصاد العالمي. نعم، السيد الرئيس أشار بأن أزمة كورونا لم تؤثر على هذا التعاون من الشق التجاري والاقتصادي ما بين مصر ورواندا تحديدا، لكن كما ذكرت هناك أزمة عالمية الآن، هناك ارتفاع في السلع الرئيسية أو الأساسية وبالطبع السلع الغذائية على رأسها. برأيك هل من الممكن أن يكون هناك نوع من الخروج من الأزمة بشكل أكثر ملائمة للدول الإفريقية التي بتعد الأكثر تضررا في كافة المجالات، ليس فقط في التغير المناخي، نتحدث أيضا عن الشق الاقتصادي والتجاري؟ أتفق مع حضرتك تماما في ما تم ذكره، لأن يمكن هناك حديث اليوم عن مشاكل مرتبطة بارتفاع معدلات الفقر والجوع في على مستوى القارة الإفريقية بسبب الأزمة الحالية وارتفاع تكلفة الحصول على الغذاء. فبالتالي ده أمر صعب جدا، الحكومات على مستوى القارة الإفريقية لم تتعافى بالشكل المطلوب جراء تداعيات جائحة كورونا وما تم توجيهه من حوافز اقتصادية. فبالتالي فكرة التعاون في الراهن تأمين الاحتياجات الأساسية والغذاء على مستوى الدول هو أمر مهم جدا. الدولة المصرية بتحاول إن هي في علاقات سياسية ودبلوماسية طيبة إن هي كمان يبقى هناك
يعني نوع من انواع زياده في معدلات التبادل التجاري بشكل عام، ولكن يظل السلع الغذائيه هي طبعا بتاتي في المقام الاول، فبالتالي فرصه مهمه جدا ان يبقى في هناك استفاده من كافه الاطراف، ان الدوله المصريه تقدر تستفيد من السوق الرواندي، ايضا السوق الرواندي يبتدي يستفيد من فوائد الانتاج لدى الاقتصاد المصري في عديد من السلع الزراعيه في المقام الاول وما يليها بعد كده من عديد من السلع الصناعيه، فبالتالي ده يمكن امر مهم. كمان احنا شفنا يمكن تعاون او اتفاقيات خاصه بملفين مهمين جدا، سواء على مستوى ملف الاعلام، على مستوى كمان الشباب والرياضه والتنميه البشريه. نعم. دي كلها يمكن ملفات هتقدر ان هي كمان تعمل نوع من انواع التنوع بشكل كبير في مجالات التعاون، ليس فقط على الجانب الاقتصادي ولكن كمان هي جوانب اجتماعيه مهمه جدا بتصب ايضا في صالح الاقتصاد. نعم، هذا الزخم يعني ربما يتوج ايضا بجناحاء التنميه في اي دوله، القطاع الرسمي والقطاع الخاص. كيف يمكن تشجيع المستثمر في القطاع الخاص لبث المزيد من التمويلات في مجال الاستثمار في الدول الافريقيه؟ خلينا نقول طبعا ان يعني يمكن الدول الافريقيه بشكل عام كان عندها كثير من المشاكل والمعوقات والعوامل الطارده للاستثمار، سواء على مستوى ضعف البنيه التحتيه، على مستوى يعني بعض من المشاكل المتعلقه بالفساد والقضيه الروتين، دي كلها كانت طبعا تحديات كبيره جدا، لكن انا شايف ان يمكن القاره الافريقيه ابتدت ان هي تعدل بشكل كبير وتقدر ان هي تعالج كثير من هذه التحديات بحيث ان يكون هناك مناخ جاذب للاستثمار. اعتقد ان الملفات المهمه جدا اللي بيهتم بيها اي قطاع خاص واي مستثمر في المقام الاول الاستقرار السياسي والامن، يظل هذا اهم محدد بيركز عليه القطاع الخاص، ومن هنا حتى كان مصر ليها عديد من المبادرات على مستوى الافريقي بشكل عام وبالجزء المتعلق بهذا الامر، يلي طبعا عديد من المحددات الخاصه بقى بتوفير البنيه التحتيه، الجزء المتعلق بالاليات الحديثه في التعامل مع المستثمرين، اليات الخروج، الجزء المتعلق بقى بالامور الخاصه بالعماله، جزء اخر مرتبط بملف الطاقه وتكلفه الحصول عليها، الجزء ايضا المرتبط بالمشاريع المشتركه والعمل على حل المنازعات، دي كلها تظل ملفات مهمه جدا للقطاع الخاص، وده اللي يمكن حتى القاره الافريقيه كانت بتؤكد عليه لفترات طويله ومصر اكدت عليه في عديد من المحافل الافريقيه اللي قابلت كمان يمكن بعض الدول الافريقيه بدول زي الصين والاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه، كان هناك تاكيد دايما على اهميه القطاع الخاص وازاي ان هو شريك مهم جدا لعمليه التنميه في القاره الافريقيه. نعم، يعني اذا ما تحدثنا عن هذا الامر تحديدا والاستثمار بشكل عام، وكيف تشكل ايضا مصر حلقه الوصل ما بين افريقيا واوروبا والموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، كيفيه تنميه هذا المجال تحديدا واستغلاله بالشكل الامثل كما يجب ان يكون؟ فكرة ان مصر طبعا يمكن كان لها يعني خطوات مهمة جدا على مستوى الاصلاحات الاقتصادية، تتمتع بعلاقات سياسية ودبلوماسية طيبة مع معظم دول العالم، هناك ثقة من كافة الاقتصادات الكبرى والمؤسسات الدولية في الدولة المصرية، ومن هنا ازاي ان مصر بقت بتلعب دور مهم جدا ان هي حلقه وصل ما بين عديد من الدول الافريقيه والمؤسسات الدوليه والاقتصادات الكبرى بغرض زياده معدلات التبادل التجاري. مصر يحسب لها انها لغت تماما مفهوم ومصطلح كان مستمر لعقود كثيره جدا مرتبط بالتبعيه الاقتصاديه، واصبح هناك مصطلح جديد اكدت عليه الدوله المصريه في عديد من المحافل وهو المشاركه والتعاون. نعم. والسعي لتحقيق مزيد من النجاحات المشتركه، ومن هنا دوت اللي خلى كثير من الدول الافريقيه ابتدت ان هي تستفيد من التجربه المصريه والتعاون مع المؤسسات الدوليه في ملفات مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي والعمل على تذليل كثير من العقبات أمام القطاع الخاص وأمام المستثمرين.
نعم، البنية التشريعية هل تحتاج إلى إعادة نظر ما بين الدول الإفريقية لتنمية كافة المجالات؟ أكيد طبعاً، يظل هناك السعي لمزيد من الحوافز والضمانات بالنسبة للمستثمرين، تعديل في القوانين والتشريعات هو أمر غاية الأهمية، كمان إزاي يبقى هناك جزء مرتبط بالقوانين والتشريعات التي تساعد على مزيد من التعاون ما بين الدول الإفريقية بعضها البعض، وده يمكن أمر ابتدى يتم التحرك عليه، إنشاء كمان كيانات قانونية تقدر إن هي تضمن مزيد من الاستثمارات كصندوق لضمان مخاطر الاستثمار في القارة الإفريقية على سبيل المثال، جزء آخر مرتبط بربط البنوك المركزية في إفريقيا، العمل على التعاون في شكل أسواق المال الإفريقية، دي كلها ملفات علشان نقدر نوصل للتعاون والتكامل بالشكل المطلوب، أكيد بتحتاج ظهير تشريعي وقانوني نعم. يضمن مصالح جميع الدول المشاركة في هذا الأمر. دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد، جزيل الشكر.